عسلامة ومرحبا بكم. نظمت جمعية الملعب السوسي الجلسة العامة العادية لسنة 2015-2016 تحت شعار لم الشمل بنزل مرحبا، وكان هذا الاجتماع فرصة للجمعية للاحتفال بإنجازات الملعب السوسي لهذه السنة، بالإضافة إلى الحديث عن بعض الطلبات أو الاحتجاجات اللي عبروا عليها بعض الحاضرين. كان هذا اللقاء بحضور العديد من الضيوف، من بينهم قدماء الملعب السوسي، وكذلك حضور السيد محمد المكني رئيس النيابة الخصوصية بسوسة. تابعوا معنا هاللقاء. شفناك قبل انطلاق الجلسة قاعدين معنا في توافد الضيوف، وشفنا الاستقبال من كامل إطار معنا الملعب السوسي. قاعدين نستقبلوا في الضيوف الكل، وهما الساس تاع الجمعية، أبناء الجمعية قبل كل شيء. نستقبلوهم ومش نفرحوا بهم، مش نفرحوا بكم زاد أنتوما، وإن شاء الله تتعدى جلسة عامة خارقة للعادة. سي ناصر، نشوفوك اليوم متواجد في الجلسة دي تحت عنوان جلسة تحت عنوان لم الشمل. اي صحيح، اقل من نجمو نعملو الملعب السوسي نحضروا له في الجلسة العامة، وان شاء الله معناها خير كلهم صلي على النبي موجودين، ان شاء الله معناها تتكاثف الجهود والوليدات الكل معناها نقفوا يد واحدة نحاولوا باش ننهضوا بها. هي مصلي على النبي السنة طلعنا للديفيزيون 3، ان شاء الله معناها جاي خير، وهذا كله راه ما يتم الا بتكاثف الجهود بتاع الوليدات الكل، اسونسيالمون الناس اللي تغير على الجمعيه، والواحد قدره ربي نتمكن الخير. وقاع استدعاكم للجلسه العاديه التقييميه، ان شاء الله كل عام تكون الاجواء خير من هكا، على غالب بعض المناوشات صارت ولكن ما حبيناش تصير، ولكن هذيك هي اجواء الملعب السوسي تعرفوها، ان شاء الله تتحسن، ان شاء الله تنضاف، هذاك الشيء اللي نسعى ومش نحسنه. زميلي وصديقي سبقني في البلدية ويعرف لي تقاليد دعم الثقافة والرياضة، ومن غير تمييز بالعكس، وإن شاء الله نتمنوا لكم يعني هذه الخطوة الأولى. مازالت راهي شوية راهي تبدوها، ضبينا نراكم في أكثر، لكن زادا قلوا إحنا نمشيو خطوة خطوة، قالوا المثل الفرنساوي لونتومون مي سيرمون. نطالب البلدية بارك الله فيها، هي تعمل في مجهول، ونعرف إنها قاعدة تعمل في مجهول، بإنجاز حجرات الملابس تحت المدارس. أول حاجة باش يكون تحت المدارس وتولي تعطي منظر حتى للمدارس، وثاني حاجة المدارس الحجرات الملابس هذوكم نجمو نستغلوهم في تكبير ملعب موازي باش ينجمو يكونوا فيه تمارين. مولات الجمعية ضد الملعب السوسي، يا ودي راه جامعة الملعب السوسي لم الشمل عندنا، فما ناس يبعثوا في ناس بالسيف باش يعملوا مشاكل وياخذوا مشاكل، الشيء هذا تو ما فهمنا، ومن الناس معناها موجودين هنا في البلاد محترمين وواحد، فما ناس استدعيناهم رؤساء جمعيات وما جاوش. نحب نعطي مشروعي قدامكم الناس الكل نحدثكم فيه، ونعطيكم الخطوط العريضة كل شيء باش الناس تكون على بينا. وتعرف اللي الملعب السوسي ما جابتش نبورد كي اما بكل تواضع، وتعرف اللي الملعب السوسي بحول الله بشويه صبر وشويه دعم مش تشق طريق جديد في كره القدم، من كل طريق جديد، وبطبيعه الحال الطريق الجديد هذا ما يكون الا بالكلمه الحلوه برشا اللي مكتوبه على الرساله هذه اللي عملتها الاداره تحت شعار لم الشمل. اليوم نشوفوا اجتماع معناها نشوفوا تحت شعار لم الشمل، وكان تحت شعار لم الشمل معناها، والواقع اللي صار انه نشوفه في الاجواء رائعه. مرحبا بكم، ونشكركم على اللي جيتوا غطيتوا الحدث هذا، وكما ترى معناتها حضور اني لول ما كنتش نصور بالكيفيه هذه، حضور معناتها يشرف، وناس اللي جات ناس تشرف الملعب السوسي،
واللي الراء اللي احنا حبينا نوصله مش نلموا الشمل وتلم الشمل، يعني الراء اللي الشعار اللي حطيناه ما هو شعار الذر، معناتها فعل، كلام وفعل. ونشكر الهيئه المديره متاعي الكل اللي احنا اللي تعبنا سنين مش حققنا النجاحات اللي وصلنا لها، واللي احنا وصلنا زاد عدينا الجلسه هذه معناتها على الوجه اللي تريتو تو عليه. كلمه على مستقبل الملعب السوسي. والله مستقبل الملعب السوسي بيدين ولاد الملعب السوسي، واني متفائل خير كي راه جلسه كيما هكا نزيد نتفائل خير، وان شاء الله احنا الامل نتاعنا مش نطلعوا سنين للدرجه الثانيه، وبقدره ربي نوعد اللي احنا مش نحققوا الامل نتاعنا. شكرا. نشوف الاجواء رائعه لهنا سواء من داخل عائله الملعب السوسي ولا حتى من الفرق الجهه. صحيح والله اجواء ممتازه. بالمناسبه نشكر الهيئه المديره للملعب السوسي اللي استدعتني كرئيس جمعيه للثلاثة الرياضيه، بارك الله فيه. ماني ديجا معناتها استدعيتهم قبل في الجلسه التقييميه بتاع الثلاثة الرياضيه ولبوا الحضور بارك الله فيهم واستدعوني. والله مناسبه بها هذيك هي اللي تقعد في الكره، تقعد كل العلاقات الكره توفى وتقعد كل الاشخاص وتقعد كل العلاقات، وبارك الله فيهم. وان شاء الله الملعب السوسي وان شاء الله زاد الثلاثة الرياضيه تولي معناتها جمعيه كبيره، هي لما حلها جمعيه عريقه وكل شيء، وان شاء الله حظ موفق للجمعيات وان شاء الله ربي معاه من الناس كل. عايشكم. اي شنو نراو شويه ديسير هذايا قبل ما ندخلوا في الصحيح مع استاذ سوسيان. مرحبا بكم الساعه انتم قبل كل شيء. والله سي اكسترا اوردينير بصراحه لاسومبلي نتاع استاذ سوسيان. انا دوبي لونتون صافي يمكن 30 بعيد على الستاد. سي بيان سي الافكار نتاع الناس والفولونتي اللي ريتها موجوده فيهم سانوز انكوراج توس بصراحه باش نخدموا بالجمعيه. شفنا شعار لم الشمل مش هكا على لونسين اليوم، شفناه في الواقع موجود فعلا. والله بدا تنجم تقول بدا، ان شاء الله يكمل. انا نتمنى انه الناس كله اكثر من هكا، حتى خاطر الساسوسيان مش بهذا مبارك، راهو الساسوسيان باكبر من هكا. برشا ناس يمكن كانت غايبه على الساحه وما مهمش هنا. ان شاء الله المره الجايه يفكروا باش تكون اكثر من 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 البلاصه هذيا واكثر ناس يحضروا لاسومبلي بصراحه. يعني شيء يفرح، شيء يفرح، سي بيان دون لونسومبل. بارك الله فيكم، ميرسي. حسب ما راهو اجواء رائعه اليوم، نقولوا نحن في الاجتماع صار المهم وتوا الاهم. ولا يلزمنا ننساو اللي صار وندخلوا في جديد ولد بلد. وقريت الشعار نتاعنا شنو هو؟ لم الشمل. ان شاء الله يتلموا ما خير من هكا وننقذوا جمعيه ونخرجوا من الوضعيه هذه نتاع ديفيزيون 3 وندخلوا ديفيزيون 2 ونقعدوا عويميين عام، وان شاء الله تتصلح الجمعيه وتمشي الامور لاباس. شفنا غياب الحقيقه تقال، شفنا غياب للجمعيات الجمعيه الكبيره، فنقولوا نحن شفنا الثريات، شفنا ممثل على الثريات، شفنا ممثل على الزاويه، لكن ما شفناش ممثل على النجم الرياضي الساحلي. والله النجم الرياضي الساحلي اني واحد من الناس دقيت على ديارهم وبعث لهم الاستدعاء واحد واحد، مش لازم نسميهم، وكان جاوا مرحبا، ما جاوش على كيفهم. والله وصلت لهم حتى لديارهم. بارك الله فيك وعيشك.